طبعا هي كانت فاكرة ان انا هكدب تاني، هغلط تاني عشان هخاف اقول الحقيقة. رغم ان الكذبة الاولانية حصلت لما حسيت ناحيتها بمشاعر هي اصلا ما تستاهلهاش، بس انا كان لازم اقول لك الحقيقة يا بنتي. يعني انت وماما سلوى عملتوا فيا انا كده؟ لا انا، لا سلوى هي اللي عملت كده، وانا للاسف ما كنتش اعرف، وهو ده اللي معذبني. ازاي سلوى تعمل كده؟ ازاي تورطني في قضية تزوير وانا ماليش اي ذنب فيه؟ بس ارجع واقول ما هو ده لازم التمس لها العذر. احساسها بفقدان عاطفة الامومة وانها تبقى ام خلاها تتصرف بجنون بالشكل ده. مروة سلطان امي؟ مروة سلطان الست اللي خلفتك. بس حبيبتي عاطفة الابوة والامومة مش بالخلف والدم بس. طب ما هو صحيح انت مش من دمي ولا اسمك زي اسمي، ما بتحمليش اسم يعني، انما انت بالنسبه لي اهم واغلى واحسن حاجه في الدنيا، انت دنيتي كلها. والله يا جميل انا حاسس ان انا كنت خلفت بنت ما كنتش احبها زي ما بحبك. اه انا بحبك، بس هي بعت عيالها عشان الفلوس. ازاي؟ طب ولما كانت بتعمل حاجات كويسه كانت بتعملها عشاني ولا عشان الفلوس اللي طلبتها منك؟ لا ما هو انت لو فاكره ان انا بقول لك الكلام ده علشان الفلوس اللي طلبها مني، الفلوس موجوده خديها واديها لها، بس كده كده الفلوس دي بتاعتك انت، انا كنت هحتفل باسمك. على كل الاحوال يعني القرار قرارك انت، ولا عاوز تاخد قرارك ده؟ بس هي ممكن تسجنك فعلا بالورق اللي انت مسجلني بيه. مالكيش دعوه بيا، ما تفكريش فيها نهائي، ما تحطنيش في حساباتك. ايا ما كانت اللي هي هتعمله انا هقدر اتصرف. اتصرف انت زي ما انت عاوزه. هو انا ليا اخوات؟ اتنين، واحده منهم بنت طارق التميمي، بس مين فيهم معرفش، في حد تاني معرفوش. انا معرفش. طب مين؟ شوف يا جميلة، هي المكان هتعمل ايه؟ تصرف زي ما انت عاوزة، بس ارجوك ما تبعديش يا بنتي، ما تبعديش. وخليني جنبك.